حابب يكون ناجح. احنا مش كل المصممين عندنا ناجحين، ومش كل الباترونست ناجحين، ومش كل الصناعية ناجحين، كلهم بمستويات. علشان تبقى مصمم ازياء ناجح لازم تبقى باترونست ناجح، وعلشان تبقى باترونست ناجح لازم تبقى صنايعي ناجح، وعلشان تبقى صنايعي ناجح لازم تبقى مساعد ناجح. يعني باختصار، ما ينفعش اطلع السلم من اخره، ما ينفعش اقول انا عايز ابقى مصمم. طب انت حضرتك لو انت راجل ديزاينر او مصمم بتعرف ترسم او ما بتعرفش ترسم وعندك طموحات وعندك خيالات وعندك شغلك، هتقدر توجه الباترونيست ازاي او هتقدر تنفذ شغلك ازاي؟ ولو انت باترونيست وما بتعرفش تخيط هتقدر توجه الصنايعي ازاي؟ ولو انت صنايعي وما بتعرفش في التشطيب هتقدر توجه اللي بعديك والمساعد بتاعك ازاي؟ فاذا اللي حابب يكون ناجح، احنا مش كل المصممين عندنا ناجحين، ومش كل الباترونيست ناجحين، ومش كل الصناعية ناجحين، كلهم بمستويات. في واحد ممتاز، في واحد جيد، في واحد متوسط، في كل المجالات. انت لو حابب النجاح وانك تبقى مصمم ناجح لازم تجيب الخطوات دي كلها من تحت. لازم تتعلم شغل الإبرة، لازم تتعلم تركب زرار، لازم تتعلم تقعد على الأوفر، لازم تتعلم تكوي، لازم تتعلم الخياطة، لازم تتعلم الباترون، لازم تتعلم التصميم والرسم. كل دي مراحل مهمة عشان في الآخر تبقى مصمم ناجح وتقدر تحقق نفسك أو تحقق القدر من الشهرة اللي انت عايز تحققها. إذن محدش بيطلع السلم من فوق لتحت، بنطلع من تحت لفوق. فطبعا في ناس بتجتهد وبتبدأ بكورسات باترون الأول، في ناس بتجتهد وبتبدأ بكورسات تصميم الأول، ربنا معاهم وربنا يوفقهم. إنما هي دي نصيحتي ليكم، لو عايز تبدأ ابدأ من تحت لفوق. شكرا لكم، كان معكم خالد صبيحة، السلام عليكم.